اسبوع جديد ومواضيع جديدة عن نار رح نحكي عنها هيدا الاسبوع، واهم الموقف الذي لا تحسد عليه اصالة لما باركت لاحد الفنانين المصريين باغنيته الجديدة يلي اسا ما صدرت. نسرين طافش عم بتخبرنا عن شخصيتها الجديدة البعيدة كليا عن شخصيتها، هل يا ترى مزبوط هيدا الموضوع؟ إضافة لظهور سيرين عبد النور بعيد ميلادها، شو كواليس هيدا الموضوع؟ وفنانة سورية عم بتثير جدل كبير بالعراق بسبب أغانيها اللي عم بتقدمها للجمهور العراقي، وعنا كمان تقليد من أحد أهم الشخصيات يلي هي جيجي حديد متقمصة مروة راتب، ومواضيع أخرى مثل العادة ما راح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. نشر الفنان المصري رامي صبري مثل اعلان على تويتر انه ترقبوا غنيتي بكرة على الساعة 5، واز وبهجوم غير متوقع دغري اول وحدة باركت له بالغنية قبل ما تصدر حتى هي اصالة، ودغري كتبت له بتجنن الغنية رموتي عم بتغنجه كمان وانا بقلها تحت الارض ريتوكتي، ولي تحت الارض ما اسا الغنية ما نزلت، ما نزلت الغنية كيف عم بتباركيله؟ عشو شاهد ما شاف شي حاجة؟ مثل مرة ذكروني كنت معزوم على غدا امه لرفيقي الله يسامحها وعاملي هالاكل وعاملي هالاكل وانا عم دوق، وانا يعني كتير نيقة بالاكل ما بيعجبني شو مكان، وعاملين مثل سمكة حارة ودقت هالسمكة الحارة وكنت راح استفرغ ويسألوني كيف، قل شو طيبين نفاق اجتماعي بدنا نكذب بدنا نجامل، ما بس انه على القليل بدك تكذبي او بدك تجاملي العالم كذبي بشي يعني بشي يعني يقطع على العالم مش قدام ملايين البشر شايفين اش عم تعملي. لا والاحلى من هيك هو رجع رامي صبري بدل ما انه يكحلها عماها رجع قال الغنية لسه ما نزلت، يعني مثل كأنه عم بيقلها سحابك مفتوح بنص الشارع، يلي منو منتبه انتبه، يعني فعلا هيدي اخرة النفاق الاجتماعي يلي بيعملوه المشاهير. ما خلصنا من قصة رامي صبري بنرجع منشوف دعاية واعلان لزواج بنتها لأصالة، خلينا نشوف. عرس شام بنتي واحمد حبيبي عرسهم الشهر الجاي. يعني وانا عم بقول ليش زايدة نسبة العنوسة عنا بالعالم العربي؟ اتاري اصالة وبنتها الشيل العرسين من السوق عم بيمونوا للشتي، يا عمي هدوا بقى، هي 4 وانت 2 مدري 3، يعني اعطوا دار لغيركم ما شاء الله عنكم. لا وكله بالاعلانات بالجملة مثل هول اللي بيطلعوا على قنوات الاعلانات، مطلوب عريس يلا بنتي رح تتزوج بركولا، ولك شو خص حياتي الشخصية لبنتك بانك تجي وتعلنيها على المسارح وبركولا وما بركولا، مين بهمه هذا الموضوع؟ ما شاء الله عنكم قاطعين العرسان تحت الارض راي. سألوها لنسرين طافش عن الدور يلي رح تلعبه بمسلسل الجديد لرمضان، بس هي وقتها كانت عم تحكي عن هذا المسلسل شددت على نقطة مهمة كتير انه هيدي الشخصية ما بتشبهها ابدا، خلينا نشوف ونعود. بحب اشتغل كاركترز يكونوا بعاد عن شخصيتي، هي بالشامي مثل ما بنقول شخصية شاضومة قوية. هي قوية شاضومة، يعني ما حدا رجال ما بتقدر توقف بوشها، وبنفس الوقت عندها مكر الأنثى والدهاء تبع الأنثى والذكاء تبع الأنثى، وعندها خفة الظل وعندها حب للفن. اف عن جد عن جد ادهشتيني، شو هالشخصية البعيدة كتير عن شخصيتي، يعني شو جاب لجاب خصوصي بموضوع المكر والدهاء؟ لا 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 شو عم تحكوا نسرين طافش هالإنسان المعترة المسكين يلي القطة بتكلها عشيها، وعادي فيك تعرفيها عزوجك وتأمني وكل يعني مثلها مثل اختك، فيك تفوتيها على اي بيت وبتضل المواضيع ماشي، ما خاصة
مخصة بالمواضيع كلها، ولي تحت الأرض ريتك إذا في وحدة مع ليسانس مع ماجستير بالشاضومية والمكر والدهاء. هي أنت ليش تجيب الحكي لحالك؟ قولي الشخصية مناسبتني لأنه كتير بتشبهني، بس تجي تحكي بالعفة وبالطهارة وبالبراءة، ما تذكرت غير هودي الميمز يلي كانوا ينشرون صفحات النكت يلي هني فيهم حية مظلومة عم تدعي على اللي ظلموها، غير هيك ما رح أقول. No chance. ما في chance أبدا. تستمر الاحتفالات بعيد ميلاد سيرين عبد النور، يعني كل ما فوت على انستغرام بيطلع لي بوست سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها واطلال جديدة ولوك جديد ومحل جديد. يعني احتفالات عيد ميلادها استمرت أطول من احتفالات راس السنة الصينية بالصين. خلونا من هذا الموضوع وركزولي على الإطلالة اللي كانت لابستها بأحد أعيادها، وخصوصي لما قامت لتحصل وكانت أمام خيارين، هي وعم بتحصل هالفستان الضيق اللي جاي عقد الجسم ومنه عقياسة قياس بنتها يمكن، يا بدها تشدوا الفوق ويبين الكلسون، يا بدها تشدوا وتزامكوا من تحت ويبين الليمون، يعني ما في حل وسط، على الحالتين بدنا نشوف شيء. يا أختي ليش تتحطي حالك بهيك موقف أنت؟ ليش ما بتكبري القياس؟ ليش هالقد في فراغات من فوق وفراغات من تحت؟ فعلا هيك إطلالة وهيك تياب ما بتليق برصانة وبتاريخ سيرين عبد النور التمثيلي. يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عم تعرض تياب لأحد المصممين العالميين، عم بيقولوا إنه مستوحى من أساسات المنازل القديمة، ولكن يلي عيد ويلي انبسط ويلي كيف أول ما شاف هيدا التصميم هي الديناصورة المنقرضة بروة راتب بلشت تدعيله للمصمم، كتر خيرك كتر خيرك الله يعطيك ألف عافية. كانت عم بتعاني مروة راتب، كانت مخلت خياط، بتعرفوا هي عندها قياسات ما أنا موجودة عند القياسات البشرية، قالت نشكر الله يا رب وأخيرا بعدت لي الرزقة، وأخيرا صار في مصمم أزياء عم بيصمم لي على قياساتي. هلأ مروة راتب هلأ شو بيهديها هلأ؟ نحن بلا شيء وهي جميلة الجميلات وساحرة الساحرات، بس هلأ بكرة بتجي وبتطلع جيجي حديد تقلدني تحت الأرض رايتك. عرات جيجي حديد، عرات هالمصمم، ويارات هالتياب يلي ما بتلبس لا برا ولا جوا. انت تتكلم جد؟ والله ما عرف غير منك دلوقتي ابو حميد. كلنا انصدمنا من بعد ما عرفنا انه اختها لفيفي عبده كانت متوفاية، ما في 3 ايام تطلع فيفي عبده طالعة بالمكياج على لايف انستغرام، ولكن استنوا بقى لسه الجاي لسه احلى بكتير. بعد 10 ايام من وفاة المرحومة يلي اختلف فيفي عبده ننفجع انها هي طالعة باللايف عم بتأرجل عن روح المرحومة. ما في بعض الاشخاص بيضيفوا مثلا مثل اكل او حلو عن روح المرحوم مثل المعمول، هي بدها تأرجل عن روح المرحومة ولي تحت الارض ريتك. هلأ على اليوم 10 عم تأرجلي، انا بتوقع على 40 بتشربي كاس المرحومة، يعني ما معقول هالقد ما يكون في مشاعر، ما يكون في ود، انه على القليل احترمي انه هي اختك ما انا عدوتك. لما كان يموت حدا مشهور بمصر تبقى اول وحدة تروح تعزي وتروح بلا ميك اب وتخوفنا وتفزعنا كلنا هي فيفي عبده. هلأ وقت ما ماتت اختها ما شلت الميك اب عن وجهها ولا حتى بينت 1% انه هي زعلانة مثل ما كانت زعلانة على المشاهير يلي توفوا بوقتها، وهيدا بالفعل بيطرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين فيفي عبده واختها. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. عم نشوف على الشاشة فيديو لعرض ازياء او افتتاح بالاحرى احد عروض الازياء بميلان لأنابيلا هلال الإعلامية اللبنانية،
وإذا بتركزوا بطريقة مشيتها بتقولوا هيدي عرضة مكيات منا عرضة أزياء، جاي على المسرح لحتى تنكي ضرتها. يعني كل شي شايف مشيت لعرضة أزياء وهيك أول مرة بشوف وحدة هيك بتمشي على المسرح، يعني كان بعض ناقص تجي تقلنا وزعانكن ونننا أنا عم بعرض أزياء وأنتوا لا. وهيدا بالفعل بيطرح تساؤلات حول إذا عن جد أنا بلا هلال هي عرضة أزياء أو مقدمة برامج أو شو كانت عم تعمل بالضبط على المسرح هوني، ما عم بعرف. بحس إنه كانت قبل بشي يومين ثلاثة عند محمد رمضان عم بيعلمها لنكي ووك قبل ما تفوت على المسرح. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. لفتت الأنظار ميريام فارس أثناء إحياء لأحد الأعراس بالخليج، خلينا نشوف ليش. يعني عشو بدنا نعلق لنعلق؟ عشو على الفستان الجميل اللي لابستي والحشا، يا محلى يا محلى فستان خالتي لما تزوجت بالثمانينات، بالثمانينات يا اختي، موديل الثمانينات والسبعينات، من وين حاضي في هذا؟ ما انقرض بعد. اما هو هالكشاكش اللي حطتي لي اياهم على ايديك طالعه مثل كانه مربي شعرات ايديك من اول ما خلقتي مش شايلتيهم ولا مره، شو وضعهم من الاعراب تعملي لي فيهم؟ منظرهم ما له طعمه، لشو هالكشكش من هون؟ اما الميك اب يغزي العين اطلاله متكامله كمان، يعني من بعد هيدي الاطلاله بطمنك انه صار في منافسه شرسه بينك وبين ساريا السواس، ولك ساريا السواس يلي هي ساريا السواس ومعروف شو اصله وشو فصله صايره عم تلبس احلى وارتب منك، فارجعي شدي حالك يا اختي لانه وطينا المستوى كثير. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. انتشر فيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عن احد الفلتنات يلي هي بالعراق، عم بيقولوا انه هي سورية الجنسية، ما عندي معلومات مؤكدة عن الموضوع، ولكن بتستقبلها احد الصلاة كل اسبوع او بطريقة يعني روتينية لحتى تحيي حفلات بالعراق. خلينا نشوف ليش لفتت الانظار. عالشفة وقول ولي تحت الارض ريتك عرات شفتك عرات مدالك عرات كل شي فيك، يعني ما فيني اقول انه انت اكتر وحدة مرقت بتاريخ برنامج الصقر بينطبق عليها لقب الفنانة الفلتانة، لانه كل شي فيك فالت ما شاء الله، رماناتك فالتة، لسانك فالت، ولك حتى فستانك فالت، كيف حشرتي فيك عشر ما بعرف. اما عالصوت فحدث بلا حجر، بتحسوها حطت جورج وسوف بكبرته بجيبتها اليمين، يعني عليكي جعرة بتخلي الميت يعيط، هي هالصوت اللي عندك مستحيل ينعرف انه انثى اللي عم بتغني، يعني اذا الواحد سكر ديناه وقعد يسمع الصوت بلا صورة ما بيعرف انه بنت عم بتغني. انا برايي عالسريع اهالينا بالعراق داروا الوضع، لانه في خطر على الفن وعلى مستقبلنا بالعالم العربي من وراء هيدي الفلتانه الجديده، فتداروا الوضع وحدا يربطها لانه الفلتان واصل للحدود. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. احتفلت المغنية السعودية داليا مبارك بحفل زواجها من زوجها. إذا عم بتلاحظوا بهيدا الفيديو ما رح أقدر أعرض الغنية بسبب الحقوق الملكية، كانت عم ترقص بوادي والغنية بوادي، مش هيدا موضوعنا لليوم، ولكن ركزولي عموديل شعراتها
يعني إذا لو كانت يا حبيبة قلبي لو كنت بازقة على إيدك وعاملي شعراتك هيك على طريق الدنيا أسعد سعيد ما كنا شفنا هالفظاعة بهالإطلالة وبهذا اللوك. أنا من الناس يلي ما بحب أبدا شوف الوات لوك أو هذا الشعر الرطب يلي بيعملوه الفنانات وعملوه بأكتر مناسبة بيفكروا إنه هذا الشيء حلو تجي وكأنه لاحسك كلب قبل ما تجي على المقابلة أو على المناسبة. ما حلو ما حلو، مشان هيك في شيء اسمه تنشف، في شيء اسمه سيشوار. انا من الناس يلي ابدا ما بلاقي حلو انه الواحد يجي وشعره مرطب ولا تحت الارض ريتك جرسينا. نشرت مهيرة عبد العزيز صورة جديدة لا على انستغرام وعم بتقول انه هيدي الاطلالة برعاية دولشي اند جابانا. من بعد التدقيق بالصورة حسيت انه هيدي الاطلالة برعاية شذا حسون اند زين كارازون، لانه الموضة والازياء في خطر من وراء هيدا التلوث البصري يلي عم تعملين لنا اياه. وسبق وشفنا سيدة الاناقة العربية شذا حسون ولابس الشي على هيدا النساء، يعني خيام رمضان حبيبتي. هيدي التياب اللي جابتيها هيدي خيام رمضان للفطور بيعملوها، يعني ما كان ناقص غير تجيبي لنا طاسة رز وصدر كبسة وكان كملت معنا الفجاعة بالموضة ولي تحت الارض ريتك جرسينا. في موضوع كتير بعتوا لي على انستغرام وحبين مني انه احكي فيه، وهو الغاء حفل هبة طواجي اللي كان مقرر يكون بسوريا. خلينا نشوف قبل هبة طواجي شو ردت على هيدا الموضوع وانا شو وجهة نظري من هيدا الموضوع. هلو افريمون، ان شاء الله تكونوا منيح. حبيت شارككم بهذا الفيديو وتحت اعبر عن موضوع معين واحكيكم فيه بكل صراحة وبكل شفافية ومن كل قلبي. انا فنانة لبنانية ومن اول يوم دايما بحرص انه احمل معي لبنان وين ما اروح وخلي اسمه يلمع وين ما كان، وكل الاعمال اللي قدمتها بتصب بهذا الاتجاه وبتعبر عن مدى انتمائي لبلدي وحبي لإله، وما في لزوم انه اتوسع اكثر عن الموضوع. انا كمان فنانة عربية، عندي جمهور بكل الوطن العربي بيحبني وبيحترمني وانا بدوري بكن له كل الحب والاحترام والتقدير. سافرت على كتير بلدان عربية وقدمت فيها حفلات والتقيت بالجمهور. من ضمن هذا الجمهور عندي جمهور كتير كبير بسوريا، ومن اول يوم وهو ما فرجاني الا كل الحب والتقدير والاحترام، وكان في رغبة كتير كبيرة واصرار من الجمهور السوري انه نلتقي ونقدم كونسرت بسوريا، وانا كمان بدوري كان عندي رغبة كتير كبيرة انه غني للجمهور السوري. وإذ بتفاجأ انه كتير من الوسائل والصحف بتتناول الحفل وبتسمح لحالة انه تفوتني بصراعات ودهاليز وجدل انا ما اخترته وما قالي فيه. بالإضافة لهالسبب اليوم العالم عم بيشهد جو من التشنج الإقليمي والصراعات السياسية الكبيرة والأكبر منها بكتير، كوني أنا فرد من ضمن فريق من التقنيين والموسيقيين إلى آخره. تشاورت مع فريقي وقررنا مع بعض أنه بركي هالمرة كمان الظروف مش مناسبة أنه نقدم هيدي الحفلة بسوريا. يعني أنا ما عم بفهم أنه شو المشكلة إذا هبة طواجي عملت حفل بسوريا، ما عم بفهم وين الغلط بالموضوع. ما بالنهاية الجمهور جمهور إذا كان موالي أو معارض، كل اللي بيحضروا برنامجي من بداياتي بيعرفوا أني أنا ضد الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة، وبتعرفوا بطريقة غير مباشرة يعني أنا ميولي السياسية أقرب لمين، مع أنه أنا ما بتعاطى السياسة، ولكن أنا بالرغم من هيدا الشيء ما بشوف أنه غلط الفنان يعمل حفلة بسوريا، حتى لو كان نظام انه نحن منا موافقين عليه او بوجهة نظر تانية، ونحن اصلا كلبنانيين يعني ما خصنا بهذا الموضوع، ولكن حقها تعمل حفلة لجمهورها. فما عم بفهم ليش هالقد كان في ناس معارضة واتهموها انه هي ما لازم تعمل حفلة هناك. ما بالنهاية هي عم تعمل حفلة للشعب مش للنظام يلي لازم تعتبوا عليهم، يلي هن بيطبلوا للأنظمة مثل سلافة وخرجي وسوزان نجم الدين وغيرهم، بينما هي بطواجي مواقفها جدا واضحة وجدا حيادية وبحياتها لا وقفت معه ولا معه. فأنا استغربت انه هالقد كان في هجوم ضدها على الرغم انه هي منا عاملة اي شيء غلط ولي تحت الارض ريتك جرسينا.
هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة، ومثل العادة ما في داعي أذكركم أنه فيكم تتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع يلي في جزء كبير منهم أنتم اقترحتوهم بهيدي الحلقة. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم شيء أنكم ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.